السلام عليكم أيها المشاهدون أيها المشاهدات. إن شاء الله هذه عجينة إنه بينا نديرو بها واحد بينا نديرو بها شي مسمنات، هي خامرة تبارك الله. تقريبا عندي واحد 45 قول 750 غرام ديال الدقيق ديال الفرص، وعندي 400 غرام ديال الدقيق الصلب إنه الفينو، شوية الملحة، شوية الزيت، ملعقة صغيرة ديال الخميرة، ملعقة صغيرة شوية، هي خامرة. إن شاء الله غادي نبداو ندير فيها كويرات باش نديرو شي إنه شي سيمنات إن شاء الله. هادي بعد ما خمر مزيان، خمرة تانية. دابا غادي نقطعو طريفات صغار ان شاء الله. بعد ما خمرات الخميره ان شاء الله، كيفاش كنصرحو العجينه ديالنا؟ العجينه كتكون رطبه وخاصها تكون طيبه، تكون داك الكونتور ديالكم من التحت حتى انو تبقى ورقه شفاف، وتجمعوها بحال هكا، تجمعو الطرف الاول على انو كيمشي هاد الطرف هكا، ويدار شويه ديال عندي تخليطة هنايا، درت فيها شوية ديال السميدة، شي شوية ديال الدقيق، الزبدة، الزيت زيت ليسيور، واحد خنيشة ديال إنو ديال خميرة الحلوى، وحركناها مزيان. وهنا عندنا الزيت باش كنغرقو إن شاء الله. بعد ما خمرو دابا غادي نبداو نقرصوهم، نغرقوهم شوية بالزيت، ونبقاو نطيبو إن شاء الله وحدة بوحدة. بسم الله، حنا كنطيبوهم إن شاء الله. بغيتي ترققهم وتكبرهم بحال هادي ماشي مشكل، بغيتي دير لهم غير هاد السايز هذا انو وغيخرجو شويه غلط، حيت فيهم تقريبا 185 غرام الوحده. بسم الله ما شاء الله، ها هما انا كنطيبو فيهم. هادو ميان، هادو طرش، هما تبارك الله انو تبارك الله ما شاء الله، جاو خفاف من الوسط نسي التقرمشة ديالهم. ان شاء الله غادي نكملو هذا الثلاثة اللي بقاو لينا، ونشوفو النتيجة الأخيرة ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، هذه هي النتيجة الأخيرة ديال المسيمنات ديالنا. هما كاين هادو صغار، كاين هادو كبار، نو تبارك الله جاو يوم قرمشين نسي تبارك الله، جاو رطبين. ديك الزبدة عطاتهم واحد البنة زوينة، نو جاو تبارك الله فنين. يا هادو هما المسمنات المغربيات. يا سي جاهم قرمشين ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو لا تبخلوش علينا بواحد لايك، شير مع العائله من الاصدقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.